بسم الله الرحمن الرحيم. Hello my dear student, our lesson today is whole tens. يعني ايه whole tens؟ طبعا احنا عارفين كلمة ten. whole tens يعني عشرات كاملة، يعني النمبر ما فيش فيه unit، يعني النمبر كله tens. يعني مثلا like ايه 10 20 30 40 50 60 70، ما فيش فيه ones خالص. طيب احنا الليسون بتاعنا النهاردة بنتكلم كله عن التنز. زي ايه؟ يعني النمبر كله قاعد في بيت التن. زي مثلا اول رسمه عندي دي، اول رسمه عندي هنا كام؟ ده 110. لو جيت تشوف البالونز دول هنا كام؟ 10 واحده بس 110، يبقى بكام؟ ب 10. يبقى انا هنا هول تنز، يعني النمبر كله تنز، مفيش فيه وانز، مفيش فيه حاجه قاعده في بيت الوانز. طيب انا مثلا اول حاجه زي ايه؟ زي 10. يبقى انا هنا هول تنز لايك 10. طب انا بعد كده ايه اللي انت شايفه؟ انا شايف 10 بلس 10، 10 بلس 10 كام؟ ده 20. طب انت شايف حاجه هنا قاعده لوحدها؟ يعني انت لما تيجي تكتب ال 20 في حاجه قاعده هنا في بيت ال 1؟ لا، يبقى ال 20 ده هول تنز، النمبر كله تنز. طب انا هنا 10 بلس 10 بلس 10، 10 بلس 10 20 بلس 10 كمان، يبقى 30. ال 30 ممكن تكتبها بثلاث طرق، ممكن اكتبها كده بالديجيت، او ممكن اكتبها كده باللتر، او ممكن اكتبها كده بعدد التنز. يعني انا ممكن السيرت اقول له ده 30، او اقول له سيرت اهو باللتر، او ممكن اكتبها له السيرت اقول له اعدي له التنز، اقول له مين اللي قاعد في التنز؟ التنز السيرت ده كام تن؟ 3 تنز. طب انا هنا 10 بلس 10 بلس 10 بلس 10، 10 بلس 10 20 بلس 10 كمان 30 بلس 10 كمان 40. طب انا هنا 40 تقدر تكتبها بكام طريقه؟ اكتبها بثلاث طرق زي ما احنا عارفين، بالديجيت ده 40، ممكن تكتبها بالليتر، وممكن تكتبها ازاي؟ اقول له ال 40 عباره عن 4 تنز، اربع عشرات. طب انا هنا 10 بلس 10 يبقى 20 بلس 10 كمان 30 بلس 10 40 بلس 10 كمان 50. طب ال 50 تكتبها ازاي؟ ممكن اكتبها كده بالديجيت، اكتبها له بالارقام 50، او ممكن اكتبها له ازاي بالليتر اف اي اف تي 1، او ممكن اكتبها له ازاي 5 تنز. طب انا اللي بعد كده هنا كام النمبر ده؟ 10 بلس 10 20 بلس 10 كمان 30 بلس 10 40 بلس 10 50 بلس 10 كمان ورا الصوره، يبقى كام؟ 60. اقدر اكتب له 60 كده، او تكتبها له 66 وزود له تي واي، يبقى اي حاجه قاعده في بيت ال 10 تزود لها تي واي، لازم يبقى اخرها تي واي. او ممكن تكتبها له ازاي؟ اقول له 60 دي عباره عن 6 تنز. فيري جود. طب انا اللي بعد كده هنا بيقول لي اللي بعد كده، طب النمبر ده كام؟ عد كده براحتك، كونت كده. هنا كام؟ 10 ده اول 10، بعد كده 10 كمان 20 30 40 50 60 70. طب انا اكتب له 70 ازاي؟ اهي 70 خلاص. طب انا هنا لو جيت 7، لما جيت تنطقها انت نطقتها 7 ولا نطقتها 70؟ لان نطقتها 70 كبرت، يبقى انت تفهم ان الديجيت لما تكبر يبقى قاعده في بيت ال 10. او ممكن اكتب له 70 كده 7 وازود لها تي واي، عشان اقول له ان ال 7 قاعده في بيت ال 10 كبرت. طب انا ممكن تكتبها له ازاي 70؟ ممكن اقول له عباره عن 7 10 7 عشرات. طب انا اللي بعد كده تعالى كده كاونت 10 20 30 40 50 60 70 80. طب الايه تكتبها له ازاي؟ اكتبها له كده، او ممكن تكتبها له ازاي؟ الايه طبعا احنا عارفين ان هي اي اي جي اتش تي خلاص. طب احنا اتفقنا ان اي حاجه تقعد في بيت ال 10 في البيت ال 10 ده بزود لها تي واي. طب انا لو هزود تي كمان بعد التي يبقى في 2 عندي تي و4، لا هتبقى نقطه النطق بتاعها تقيل، فانا بزود لأ خلاص بزود واي بس. او ممكن اكتب له الاي تي عباره عن 8 تنز. طب اللي بعد كده 90 90 10 20 30 40 50 60 10 كمان 70 والرابطه 10 كمان 80 وهنا 90. طب انا اكتبها ازاي؟ يا اما اكتبها 99 واحط قدامها زيرو، لان مفيش حاجه قاعده في بيت الوانز، 90 كلها تنز فمش قاعد حاجه هنا في بيت الوانز. او ممكن اكتبها له 90 كده باللتر، او ممكن اكتبها له 9 تنز. طب اللي بعد كده طب افرض انا حوشت 10 تنز 10 عشرات 10 بلس 10 20 بلس 10 30 بلس 10 40 بلس 10 50 60 70 80 90 وعندي 10 كمان تبقى كام؟ 100. فيري جود. يبقى انا عندي هنا 100. يبقى انت لو جيت تشوف النمبر ده هتلاقيه كام؟ 100. طب انا اللي بعد كده لو جيت تشوف هنا، هنا بيقول لي ماتش ان اوردر. ماتش يعني ايه؟ يعني وصل خلاص. هنا بقول لي وصل بس بالترتيب، مش عايز نوصل اي حاجه. طب انا لو جيت اشوف 8 70 60 50 40، طب انا هنا ابدا من ان هو هنا بديل بمين؟ بال 10. بعد كده راح لمين؟ لل 20. طب انا 20 هنط اروح لمين؟ لو زودت 10 30، يبقى انا بزود 10. طب بعد كده راح لمين؟ لل 40 خلاص. اللي بعد كده ايه اللي افضل؟ ال 40 لو عملت له بلس 10 يبقى 50. ها بعد كده 60 فيري جود 70 80. طب هنا عمل لي ايه؟ عمل لي ترين قطر
خلاص يبقى انت هنا عمل لك صورة قطر. طب اللي بعد كده هنا بيقول لي، بيقول لي ماتش برضه. طب لو جيت تشوف ماتش، ماتش قلنا يعني ايه؟ يعني جوين، ماتش يعني جوين. فانت لو جيت شفت كلمة ماتش هي كلمة جوين، فانت كده كده الكلمات دي بتقابلك. هنا دي كلمة كام؟ 30. طب انا فين ال 30؟ اهو هعمل لها جوين بال 30. طب انا اللي بعدها دي 5؟ لا 50. فين ال 50؟ اهو يبقى انت فاهم ان هي كبيرة، يبقى قاعدة في بيت التاني. خلاص. طب هنا 70، لو 7 خلاص تبقى ديجيت واحدة، لكن هنا 70 يبقى قاعدة في بيت التاني، بس 7 قاعدة في بيت التاني، كبيرة قاعدة في البيت التاني. زي مثلا انت كنت في الكيجي ورحت مدرسة الابتدائي، رحت التاني. خلي بالك ان انت عندك النمبر اللي انت هتاخده 2 ديجيت، عامل زي اسمك واسم باباك. يعني انت مثلا لو اسمك محمد علي، لو جيت تشوف هنا مين الابن ومين مين الكبير، محمد ولا علي؟ لا علي، لان علي هو اللي قاعد على الشمال. نفس الحكايه، انت النمبر لما تكتبه 2 ديجيت يبقى انت تفهم ان الديجيت الثانيه دي هي الكبيره. خلاص. كل ما بتروح ناحيه الشمال زي اسمك كده، واحد اسمه محمد علي احمد، يبقى مين اكبر واحد في دول؟ احمد، لان احمد الجد، بعد كده علي ده بابا، بعد كده محمد ده الابن. انا نفس الحكايه، كل ما بروح النمبر بيروح لناحيه الشمال فالنمبر بيكبر. انا هنا مثلا 90 90، خلاص لو 9 اهو، لكن 90 يبقى 9 ده قاعده في البيت التاني، كبرت اهو، يبقى انا اعمل لها جوين بال 90. 60 فيري جود. طب انا هنا 10 فيري جود. طب 20 فيري جود. 40 اكسلنت. فين ال 40؟ فيري جود. 80 فيري جود. خلاص. يبقى انا فاهم ان انا عندي لو نمبر 2 ديجيت، الديجيت التانيه اللي على الشمال دي بتكبر، اسمها بيكبر، لازم ازود فيه تي واي. ذا نيكست كويشن، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي رايت ذا ليترز ان اوردر، يعني عايزني برضه اعمل ايه؟ تعمل كومبليت. طب لو جيت تشوف هنا 10، الاليفنت ده كتب عليه 10، طب اللي بعده 20، يبقى هنا بيزود ولا بيماينس؟ لا بيزود. بيزود كام؟ بيزود 10. طب انا اللي بعد كده كاو ده هيبقى مكتوب عليها كام؟ هزود عليها 10، تبقى كام؟ 30 فيري جود. طب المايلز ده كام؟ 40، يبقى انا هنا اكتب عليه 40. طب هنا الزبرة ده 50، يبقى انا هنا فهمت ان انا بزود 10. طب الجراف 60، ها التايجر ده 70، المونك 80، الهيبو 90. فيري جود. ذا نيكست كوتش كومبليت ان اوردر. هنا بيقول لي جايب السنيك ده كاتب عليه ايه؟ 0 10 20. هنا يبقى مين؟ يبقى بزود 10، تبقى كام؟ 30 فيري جود. 40 50 فيري جود. ها 60 70 80. يبقى انا فهمت ان النمبر هنا احنا بنتكلم عن الهول تنز، النمبر كله تنز. طب انا هنا لو جيت شوف هنا 90 80 بتقل، هتقل تبقى كام؟ هنا بتقل 10 بماينس 10، يبقى لقيتها هتبقى كام؟ ايه لما ماينس من 80 10؟ لما في ماينس 10 ال 1 يفضل زي ما هو، بس ال 10 اللي تخبي منها 1. يعني انا هنا 80 لما اقول لك ماينس 10 يبقى تشيل 1 من 10. يعني انا هنا لما اجي اقول لك بلس 10 يبقى انت تفهم، لو انت بلس 10 يبقى تزود 1 على بيتي 10. طب ماينس 10 يبقى ماينس 1 من الديجيت الثانيه، الديجيت الاولى مش هاجي جنبها خالص. 70 60 50 40 فيري جود. 30 20. ها كل اللي بيحصل ان انا بماينس 1 من البيت الثاني 10. هنا كام؟ 0. طب لو جيت اعكس هتلاقي ان انت 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. وده اسمه اسندنج وديسندنج. اسندنج يعني انا بعمل ارينج من السمولست تو جريتست، تطلع من الصغير توصل للكبير. طب الديسندنج، الديسندنج من الجريتست للايه؟ للسمولست، بتنزل. طب انا هنا 30 مش عارف بقيت كام، بقيت 50، ها مش عارف كام، مش عارف كام 80. يبقى انت تفهم اول حاجه انت فهمت ان انت كده بيزيد ولا بيقل. انا لما بمشي كده بيزيد. طب انا بيزيد كام؟ 30 و50، مين اللي في النص؟ اللي في النص ال 40، يبقى انت بتزود 10. طب 50، ها 60 70 80 90 فيري جود. طب انا اللي بعد كده 70، ها مش عارف، ها 40. يبقى انت فهمت اول حاجه ان انت بتزيد ولا بتقل. ده انا بيقل، يبقى انا هنا ال 70 هتقل. طب انا ال 40 بقت 30، يبقى بتقل كام؟ ده انا مستر ده الوانز فضلت زي ما هي، وال 10 هي اللي قلت 1. طب انا شلت 10 واحده بس، يبقى ماينس كام؟ 10. يبقى انا هنا ال 70 ماينس منها 10، تبقى كام؟ 60 فيري جود. ها 50 40 30 20 10 0 فيري جود. ذا نيكست كويشن، هنا بقول لي، بقول لي سيركل سيتس اوف 10 اوبجكت. سيركل احنا عارفين سيركل، ست يعني مجموعه. يعني ايه مجموعه؟ يعني جروب. يعني ايه جروب؟
يعني انا عندي حاجه شبه بعضها، الست بتبقى مجموعه شبه بعضها. طب انا لو جيت اشوف هنا عايز اكون سيتس كل واحده فيها كام تن؟ طب انا هنا زين كومبليت، هنا او ميني تنز عندك كام تن؟ تن بلس تن بلس تن، تن بلس تن 20 بلس تن كام سيرتي، يبقى انا كلهم كام سيرتي؟ طب السيرتي دي كام تن؟ كام تن عندك؟ عد كده تن وتن وتن، يبقى 3 تنز. يبقى انت ممكن تكتب النمبر بالديجيت وممكن تكتبه بالايه؟ بعدد التنز، باللي قاعد في التنز. طب انا هنا كام؟ ده تن وتن كمان يبقوا كام؟ 20 وتن كمان 30 وتن كمان 40، يبقى انا كلهم كام؟ 40. طب ال 40 كام تن؟ مين اللي فيها قاعد في التن؟ ال 40 فيها كام تن؟ 4. يبقى انت تفهم ان الديجيت اللي قاعد على الشمال دي هي لا عدد التنز. طب انا هنا ده تن وتن كمان 20 وتن كمان 30، يبقى انا ممكن اكتب له النمبر ده كله كام؟ ب 30. طب ال 30 كام تنز؟ 3. فيري جود. طب انا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب انا هنا ده كام كلهم؟ كلهم 10. طب هنا بقول لي ال 10 كام 10؟ 10 فيها كام 10؟ واحده بس، يبقى هي 1. يبقى انا هنا بكتب في بيت اما يقول لي كام 10 تكتب اللي قاعد ايه؟ في ديجيت ال 10. طب انا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى دول 10، ادي 10 عملت عليهم سيركل اهو. طب ما اللي تحت اكيد 10 برضه. خلاص. طب انا دول كام كلهم؟ 20. طب ال 20 كام تنز؟ هاو ميني تنز؟ ها 20 كام 10؟ عديت كام 10؟ 2. يبقى اقول له ان 2 تنز ب 20. طب ال 10 الواحده ب 10. طب ال 3 تنز؟ لو انا معايا 3 تنز يبقى ب 30. طب 4 تنز 40، 3 تنز 30. يبقى انت تفهم ان تنز يعني ايه؟ يعني النمبر متكرر، انا مكرر التنز. لو جيت تشوف ذا نيكست كويشن هنا بيقول لي بيقول لي كاونت وريد اند رايت. كاونت احنا فاهمين يعني ايه كاونت؟ كاونت يعني عد. طب وريد اقرا، طب ورايت اكتب. هنا بيقول لي 10 بلس 10 بلس 10 يبقوا كام؟ 30. طب هنا كتبها مره بالديجيت ومره بالليتر. طب انا هنا 10 بلس 10 20 30 40 50، راح هو كتب لي ال 50 بالديجيت، يبقى عايزني اكتبها بالليتر، ادا 50 اف اي اف تي 1. طب انا هنا دول كام 10؟ اكيد دول 10 كمان 20 30 40 50 60. طب 60 هكتبها زي، هكتب 6 وازود لها ايه؟ تي 1. طب انا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 و10 كمان يبقوا كام؟ 20. يبقى انا هنا رايت 20 20 تي واستهج تي دبليو اي 20 تي كلها اخرها في تي 1. هنا لو جيت تعد الكيوبز دول كام؟ 10 و10 كام؟ 20 30 40 50 60 70، يبقى دول كام؟ 70. طب لما تيجي تكتبها تكتب 7 وتزود لها ايه؟ تي 1. هنا 10 بلس 10 20، يبقى انا هنا رايت 20 وهنا 20 اللترز. فيري جود. طيب ذا نيكست كويشن بيقول لي بيقول لي اد، اد يعني ايه بلس؟ لو جيت تشوف علامه البلس يعني ايه بلس؟ بلس يعني حاجتين بتحطهم مع بعض بتجمع مع بعض. طب انا لما اجي اجمع مثلا، انت لو انت عندك بتجمع برتقال خلاص بتاخد البرتقال مع بعض، مثلا بجمع طماطم باخد الطماطم مع بعضها، بتجمع هدومك بتحط هدومك كلها مع بعضها، بتجمع هدوم اخوك بتحط هدوم اخوك كلهم مع بعضها. فانت لو جيت تشوف البلس، البلس لها شرطتين، يعني انت النمبرين دول عايز تحطهم مع بعض، فاكيد النمبرين دول لما احطهم مع بعض هيكبروا. فانا اقوم اخد ايه؟ اخد الوانز مع الوانز والتنز مع التنز. طب 0 بلس 0 ده ما معهوش وده ما معهوش، يبقى 0. طب و4 اجا قلنا كمان قاعد معاها يبقوا كام؟ كلهم 5. يبقى النمبر هنا طلع كام؟ 50. طب انا هنا هتاخد ده مع ده وده مع ده، الوانز مع الوانز 0 بلس 0 0. طب ال 7 اعمل لها بلس 2 7، بوت 7 ان مايند، حط 7 في دماغك، وعندي بعد كده زين افتر 2 زين بلس 2 اد 2 افتر 7 8 9. فانا لو جبت 7 وزودت عليها 2 كمان يبقى كام؟ 90. يبقى هنا النمبر هيطلع كام؟ 70 بلس 20 تطلع 90. 0 بلس 0 مفيش حاجه في الوانز تبقى 0. طب 3 بلس 5 8 انا حافظها من الايه؟ من الوانز. 0 بلس 0 0. طب 2 بلس 2 4 يبقى 20 بلس 20 كلها بكام؟ 40. 0 بلس 0 0 6 بلس 1 7 يبقى طلع النمبر كام؟ 70. 0 بلس 0 0 2 بلس 1 3 30. 0 بلس 0 0 5 بلس 4 9 يبقى طلعت كام؟ 90 60 90. فيري جود. 30 ماينس 10 ايه اللي هيحصل في الماينس ده؟ الماينس يا مستر ماينس يعني يعني تيك اواي باخد. طب انا لما تيجي تاخد، انت لو بتشتري مثلا حاجه من السوبر ماركت انت بتدي للراجل ايه؟ الاولاني ده بيبقى بتاعي والتاني بخبيه. خلاص. فانت زيرو اخو حد ما معهوش فلوس ما صرفش حاجه، يبقى دول مع بعض واكتبهم في الون. واحد ما هو انا ما معهوش حاجه مش هيصرف حاجه بزيرو.
طب انا هنا معايا كام؟ 3. هماينس منهم 1، هاخد منهم 1، تبقى كام؟ 2. يبقى انت الماينس انت بتدفع بتاخد، يبقى النمبر هيقل. طب 0 هماينس منه 0 0. طب ال 9 طلع على ايدك 9 وماينس 5، خبي 5 تبقى كام؟ 4. 80 ماينس 40، 0 ماينس منها 0 0، وال 8 ماينس منها 4 تبقى كام؟ 4. لو جيت شوف هنا، لو انا هنا مثلا قال لي 60 ماينس 20، لو جيت شوف هو 60 يعني 6 تنز، هذا 10 بلس 10 بلس 10 30 40 50 60 ماينس 20. يعني ايه ماينس؟ يعني انت هتخبي. فانا لما اجي اخبي ماينس 20 يعني انت في ماينس 2 تنز، يتبقى معاك كام؟ 4 تنز. ال 4 تنز دول بكام؟ 40. يبقى انت تفهمها كده. لو انا قلت لك مثلا 50 ماينس 30، ايه اللي هيحصل؟ انا معايا 50، الاولاني هو اللي بتاع ده 50، ده 10 وده 10 كمان 20 30 40 50، هماينس منها كام؟ 30. يعني ايه 30؟ يعني مش هخبي 3 تنز، مش هخبي حاجه من الونز، اصلا مفيش ونز، فانا هخبي 3 تنز. يتبقى معاك كام؟ 2 تنز. 2 تنز دول احنا اتفقنا اللي هم كام؟ ب 20. يبقى انت التنز بيت التنز بيكبر. 6 ماينس 20، ال 0 ماينس منه 0، 1 ما معوش مش هاخد منه حاجه يبقى 0. طب ال 6 ماينس منها 2 تبقى كام؟ 40. طب انا هنا 0 ماينس منه 0 0. طب 7 ماينس منها 6 1. لو جيت تشوف 70 ماينس 60، واحد معاه 70 هي ماينس 60 تطلع كام؟ 10. ليه طلع 10؟ لان ال 70 جريتر ذان 60 ب 10. يبقى يعني ايه ماينس؟ يعني الديفرنس اللي بينهم، الفرق بينهم كام؟ الزياده ده كام؟ انا مثلا لو انا معايا 5 باوند 5 جنيه، رحت اشتريت الشيبس ب 3 جنيه ب 3، ده معايا كام؟ 2. طب ليه فضل 2 يا مستر؟ لان ال 5 جريتر ذان 3 بكام؟ ب 2. 0 ماينس منها 0 0، وال 5 ماينس منها 2 تبقى كام؟ 30. 0 ماينس منه 0. طب ال 6 انا معايا 6 ماينس ال 6 تبقى كام؟ 0. يبقى طلع النمبر هنا بكام؟ ب 0، لان ال 60 مفيش فرق بينهم، يبقى طلع 0. طب 30 ماينس 30 0، فيري جود. 0 ماينس منها 0 0. طب ال 4 ماينس منها 2 تبقى كام؟ 20. بكده يكون الليسون بتاعنا. واحب افكرك ان احنا اخدنا ايه؟ احنا اخدنا النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها الهولتنز. يعني ايه الهولتنز؟ يعني النمبر اللي كله 10. يعني ايه؟ يعني مفيش فيه وانز. احنا الهولتنز ايه؟ لو انا مثلا معايا 10 واحده تبقى 10. طب لو معايا 2 تنز 20، ها 30 40 50 60 70 80 90. الليسون الجاي ان شاء الله هنتكلم لو انت عندك حاجه قاعده في بيت التنز وحاجه قاعده في بيت الوانز. طيب احنا كل اللي احنا خدنا ايه؟ خدنا ان انت مثلا تعمل بلس وماينس، فانت تبقى عارف ان النمبر ازاي ان انت بتزود وازاي ان انت بت ايه بتماينس. طب انا مثلا لو قال لي 3 تنز، 3 تنز تقدر تكتبها بكذا طريقه. ممكن اكتب 3 تنز، انت تبقى فاهم ان 3 تنز دي بكام؟ ب 30، وتبقى فاهم ان انت ممكن تكتبها ازاي. ممكن اكتبها باللتر 30. فيري جود. يبقى كده الليسون بتاعنا يكون انتهى. ما تنساش اللايك وان انت تفعل الجرس وما تنساش السبسكرايب. يا ريت ان انا اكون افدتك. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو او خطا فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.